النهارده نعمل لوبيا ناشفه بالدمعه دي البطله طلعها حمرها شويه في الزيت. وهنا اللوبيا حاطينها على ميه وبتتسلق لغايه لما تستوي خالص. بعد ما تخلص تفر كده هنحط العصير الطماطم. نحط ملح وشطه وبابريكا وشويه كركم وشويه ملح وشطة صغيرين. وهننزل باللوبيا على ما الطماطم تغلي شوية كده تسبك شوية. هنسيبها تغلي شوية وبعدين هندق كام فص توم كده 3-4 فصوص ونحمرهم في الزيت ونطشهم عليها. يبقى كده خلطة اللوبيا. نحط الطشة التوم اللي اتفقنا عليه دقيناه وشوية سمنة صغيرين بلدي او زيت بس زي ما تحبوا يعني. وبعدين نحطها عليها. اللوبيا بتاعتنا بقت جاهزه للاكل، ريحتها ما شاء الله لا قوه الا بالله. اتفضلوا معانا.